هذا ودعا وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان إلى توحيد جميع الجهود ومواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية في الوقت الذي تواجه فيه الأمة العربية العديد من التحديات. يأتي انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة في وقت تواجه فيه الأمة العربية العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، ويحرص أعداؤها على النيل منها وإضعافها بل وإشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له. وهذا يستوجب أن نكون أكثر حرصاً من أي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا، والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية.